أدوات الصوت والمؤثرات الصوتية. تسمح طبقة الصوت بإضافة ملف صوتي للمشروع وضبط التحكم في هذا الصوت. نضيف طبقة صوت ونختار الملف الصوتي، فتظهر طبقة الصوت ونلاحظ ظهور أيقونة للصوت في مساحة العمل، كما نلاحظ ظهور مخطط الموجات الصوتية على خط الزمن. ويمكن التحكم في حجم وتكرار الصوت من قائمة أنيميشن، وفيها يمكن كتم الصوت أو رفع وخفض الصوت بكتابة القيمة في هذه الخانة. ويمكن إجراء هذه التغييرات أثناء الحركة على خط الزمن، ويظهر مفتاح حركة بقيمة حجم الصوت في هذا المسار. أيضا يمكن إعادة تكرار الصوت بإنشاء مفتاح تكرار من قائمة أنيميشن، ثم نختار ريستارت، فيظهر مفتاح تكرار في هذا المسار. ويمكن عمل التكرار مباشرة بالنقر من الماوس فينشأ مفتاح تكرار. نقدر نضيف تأثير صوتي آخر في هذا الموضع وتظهر النتيجة بهذا الشكل. ويتغير حجم الصوت أيضا تبعا لتغيير موضع الأيقونة في مساحة العمل، بما يتيح ميزة تحاكي الصوت المحيطي. نسحب الأيقونة خارج كادر الشاشة ونشوف الأثر. ويوفر البرنامج مكتبة أصوات ومؤثرات صوتية يمكن الاستماع إليها عبر هذا الرابط. Thank you.